الصحفي كان طرح السؤال كيفاش واش كاين شي محاور معينه ولا محدده او لا. بطبيعه الحال البحث العلمي في الاساس هو مساله ديال اختيار، مساله ديال الكفاءه اللي كيستعملها صاحب البحث سواء كان استاذ او باحث او طالب باحث في ميدان معين. ولكن بطبيعه الحال الجامعات توجه والدوله كذلك توجه والمؤسسات توجه. فبالنسبه لنا كاين محاور كبيره اللي هي المحور الاول هو تثمين الموارد الطبيعيه ديال الجهه. فمثلا كل ما يهم النباتات التربيه والعطريه، كل ما يهم الزيتون والمستخلصات ديالو، الحوامض الى اخره. كذلك المحور الثاني هو مواكبه البرامج الوطنيه والمشاريع الوطنيه كالموارد الاخضر، برنامج الطاقة، برنامج المغرب الرقمي إلى آخره. كل هذه عندها مواكبة من طرف بحث مشاريع البحث التي تنجز. وكذلك المحور الثالث وهو الإشكالات الجهوية فيما يخص مثلا التصحر، البيئة بصفة عامة، الماء إلى آخرنا، على الجامعة الكلية، مسألة الهجرة إلى آخره. فهذه المشاريع البحث بطبيعة الحال فيها مشاريع التي تنجز في إطار تمويل محلي داخلي، ومنها ما يمول في إطار شراكات، ومنها ما يمول من طرف مشاريع في إطار مشاريع بحث ممولة من طرف إما الدولة المغربية عبر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أو عبر مؤسسات أخرى، أو في إطار التعاون الدولي. وفي إطار الشراكات الوطنية كاين شراكة مهمة اللي مع الوكالة التنمية الجهاز التوقيع اللي كتمول مجموعة من مشاريع البحث. كما أنه على المستوى الدولي هناك شراكة مهمة وأساسية منذ 6 سنوات الآن مع الجامعات الفرنكوفونية ببلجيكا التي تساهم بشكل فعال في مجموعة من البحوث ذات الطابع التطبيقي. النتائج ديال البحث بالإضافة إلى المقالات العلمية والمصنفة اللي سبق السيد الرئيس والسيد نائب الرئيس تكلموا عليها وعلى الأهمية ديالها فيما يخص تموضع الجامعة من بين الجامعات المغربية، هناك البراءات وهناك مشاريع البحث والتنمية التي تنجز مع المقاولات والشركة. وهناك جانب آخر وهو أن مجموعة من المخابر بالمؤسسة تؤدي خدمات للشركات والمقاولات والمؤسسات العمومية في شكل تحاليل، دراسات، وكذلك أشغال مشاريع بحث وتنمية. فإذا مجمل هذا النقاط كيجعل بأنه جامعة ديالنا جامعة منفتحة في مجال البحث على المؤسسات العمومية، المؤسسات الخاصة والمقاولات المتواجدة المنطقة، ومنفتحة على العالم الخارجي، لأن البحث فيه تعاون، فيه تلاقح إلى آخره. فلا يمكن أن نوصد الباب أمام الباحث، لأن ذلك يعني موت أو قتل الفكرة البحث. نقطة أخيرة ربما للتنبيه أنه مع العملية التوظيف التي تمت مؤخرا في صفوف حاملي الماستر على المستوى الوطني، مجموعة كبيرة من مسجلين للدكتوراه، باحثين، طلبة الباحثين في الدكتوراه وظفوا. ولهذا النتيجة هي أنهم سيتوقفون أو إما سيتوقفون نهائيا عن مزاولة عملية البحث العلمي، أو ستتم عملية هذه العملية بسرعة أقل وأبطأ. وهذا ما سيؤثر بطبيعه الحال على مردوديتهم، وبطبيعه الحال على مردوديه البحث العلمي بالنسبه للجامعات الكبرى. شكرا.